ما تسجل بقى اعتراضي عشان الدكتورة دي تاخد وقت كتير قوي. انا عاوز بس اقول كلمة عن الدكتورة نجوى. الدكتورة نجوى استاذ مساعد في كلية الاثار جامعة الفيوم، وكان عندها مؤتمر في الفيوم الاثنين والثلاث والاربع، وتركت المؤتمر وتركت الجامعة وجات مخصوص رغم كل شيء وكل الاعباء وكل معاناته، من ممكن من تعليقات من بعض الدكاترة والاساتذة عند الكلية، مخصوص عشان حضراتكم وعشان توفي بالوعد اللي هي قطعته معايا. فانا بقول لها شكرا عني وعن كل الناس الموجوده، وجزاك الله خير عن حضورك، ويجعله في ميزان حسناتك، وهم هيستفيدوا بحضرتك، وانا متاكد وانا هستفيد قبلهم. ربنا يخليك يا دكتور وليد، الله يخليك. الموضوع اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الموضوع بتاعنا النهارده اعتقد ان يعني حاجه بتلمسنا كلنا، لازم نكون يعني ملمين بيها بشكل واضح، اللي هي الاسس العلميه اللي هنتكلم عنها عن علاج. عن علاج وصيانه الفيانس والخزف. طبعا يعني العلاقه ما بين الفيانس والخزف علاقه وطيده. الشكل العام بينهم هما الاثنين المكون الاساسي، اني انا عندي طبقتين، طبقه تسجيج ولب داخلي، بس في فرق اساسي وحيوي ما بين الاثنين. الفرق دوت اني انا عندي في الفيانس بشكل سريع جدا، عشان يعني ده موضوع برضو محتاج شيء من التفصيل، ان عندي الفيانس الكور اللي جوه او اللب الداخلي بيتكون اساسا من الكوارتز، وفي حاجات تانية استخدمت زي حجر الاستايت زي الكوارتزايت. انما بالنسبة للخزف هو استخدم انواع معينة من الطفلة، فالفرق ده فرق اساسي وحيوي. الحاجة الثانية اني عندي في الفيانس في طبقة تسجيج وهنا في طبقة تسجيج. الخزف ممكن الاقيه محضر الطفلة بتاعته محضرها على طبقتين، يعني الكور اللي جوه ده الاقيه على طبقتين وبعدين بيحط عليه طبقة التسجيج. الفيانس بقى في حاجة مميزة، ممكن يحضر الصناعة بتاعته او التكنولوجيا بتاعته بطريقتين، يا اما بيعمل طبقة الكوارتز ويحرق وبعدين يحط طبقة التسجيج، او يا اما حاجة متميزة جدا عند المصري القديم انه ممكن يعمل المكونات دي كلها ويحط معاها طبقة التسجيج ويعجن يعجنهم كلهم مع بعض ويحرق مرة واحدة. في الحالة دي استحالة هلاقي لما نيجي المكسر بتاع الفيانس هلاقي في عندي اللب الداخلي زي بالضبط طبقة التسجيج اللي بره. الحالة دي لا يمكن الاقيها في الخزف. الخزف لازم لازم يبقى في عندي جزء داخلي او الطبقة الداخلية وبعدين طبقة التسجيج. وفي اختلافات تانية يعني اعتقد ان هي مش المجال بتاعها دلوقتي، نحاول ندخل في الموضوع. يعني انا حبيت اقول الاختلاف البسيط ده على اساس يبقى في دماغنا ايه الفرق بين الفيانس وما بين الخزف. طيب قبل ما نتكلم عن العلاج والصيانة لازم نبقى ملمين بشكل سريع جدا عن عوامل التلف اللي ممكن تأثر عندي على المنتج بتاعي. اولا احنا بنتكلم عن منتج اثري. يعني ايه منتج؟ يعني حاجة او اوبجكت اشتغل عليه صانع، جمع المواد بتاعته الاولية من البيئة اللي حواليه وحطها من خلال الخبرة ومن خلال الصناعة بتاعته، حطها بنسب معينة وعمل المنتج بتاعي. عوامل التلف بالنسبة للمنتج الأثري سواء كان فيانس أو خزف بيتوقف على خمس مراحل أساسية في حياة الأثر نفسه. أولا أنا ممكن عندي يبقى عوامل تلف نتيجة العامل الأولاني اختيار الصانع نفسه لعوامل المادة الخام اللي هيستخدمها. أنا عندي المواد الخام لازم بيراعي الدقة في اختيارها، بيراعي بقدر الإمكان ما يبقاش فيها شوائب، ما يبقاش فيها مواد زي حصى، يبقى فيه شيء من التجانس بين المكونات وبعضها. فالخطوة الأولانية دي لازم الصانع هو اللي هيراعيها. المرحلة الثانية اللي هي ممكن تظهر فيها عوامل تلف اللي هي طرق إعداد المنتج نفسه، الطريقة اللي الصانع أعد بيها المنتج بتاعه،
سواء كان عملية المزج، سواء كانت عملية ان هو يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة، ان يوصل المدة الزمنية الفترة الزمنية، ان يكون الدخان حتى اللي بيستخدمه يكون من مفهوش ادخنة سوداء او ما شابه، كل الحاجات اللي هي ممكن تأثر عندي على الاثر. لازم نراعي حاجتين، اني انا لو عندي عيوب تصنيع نتيجة سواء في المرحلة الاولى اللي هي في اختيار المواد الخام او اعداد المنتج بتاعي، عوامل التلف دي هتكون مستديمة مع الاثر. يعني انا ما توقعش وانا بشتغل ان انا ممكن ان انا الاقي لها علاج، دي خلاص موضوعها انتهى. في عندي بعد كده انا عندي الاثر بتاعي ده مستخدم في حالات كتيرة جدا، خصوصا في بالنسبة لي لو شفنا مثلا بالنسبة لي الفيانس كان الأشابتي بيستخدم، لو شفنا في اللي هي المسارج في العصر القبطي كانت بتستخدم، لو شفنا حتى في الجوامع بتاعتنا هنلاقي الأسبلة واللي هي بيبقى فيها استخدام للصرف الصحي أو تأثير مياه البحر أو هنلاقي الاستعمال بتاعها ده بيبقى نوع من أنواع التلف. طيب في عندي بالنسبة لو اتكلمنا عن الفيانس أو الخزف اللي هو حصل له نوع من أنواع الدفء، يبقى فيه هنا عوامل تلف هتبقى بتأثر عليه بشكل مباشر. في بعد كده الحتة اللي هنبتدي نشتغل من عندها اللي هي الظروف اللي تعرض لها المنتج الأثري بعد الكشف عنه، واعتقد هي دي المرحلة الفاصلة او المرحلة الاهم. انا عندي الفترة اللي كان فيها الاثر مدفون هي الفترة الاطول في عمره، يعني في عمر الاثر كله هي الفترة دي ممكن تمتد لالاف السنين يعني على حسب تاريخ الاثر. هو مهما كانت البيئة اللي هو متواجد فيها ايا كانت طبيعتها، هو هيفضل الاثر يعني يتعرض لعوامل التلف الى ان يصل الى مرحلة الاستقرار. اللحظة اللي احنا بنبتدي نكشف عن الاثر هي دي المرحلة الحاسمة، اني انا منقلهوش من ظروف هو كان مستقر فيها تماما وانقله ظروف جوية مختلفة. طبعا البيئة عندي هنا، البيئات عندي هنا مختلفة، يعني سواء كانت بيئة صحراوية، بيئة زراعية، كانت بيئة زي ما احنا شايفين بيئة سكنية في مناطق سكنية، او بيئة بيبقى فيها الصرف الصحي نسبته عالية جدا، او اللي هي المياه الجوفية، او بيئة بحرية. طبعا شايفين بيبقى البيئة البحرية دي بيبقى فيها منتجات مختلفة، سواء كانت خزف بشكل اساسي، سواء كان بلاطات او اواني عادية. طيب اللحظة اللي احنا اكتشفنا فيها احنا تعتبر زي ما متفقين اللي هي لحظة ميلاد الاثر بالنسبة لنا احنا، اللحظة اللي احنا اكتشفنا فيها. في حاجات مهمة جدا لازم نراعيها على رغم بساطتها، انما هي الاساس اللي بعد كده الحفظ بتاع الاثر بتاعي هيتأثر بيها. احنا وصلنا الاثر، لازم معلش يعني نتفق على حاجة اساسية، احنا وصلنا الاثر بحالة معينة، مهمتنا ان احنا نحافظ عليه للأجيال اللي بعدنا. يبقى كل همي وكل تركيزي اني ازاي اوثق الاثر بتاعي كل حاجة تخصه كترميم وللأجيال اللي بعد كده. في عندي التسجيلات دي لازم نحط في اعتبارنا اللي هي اهم حاجة اللي هي التقارير بتاعة الحفاير، دي على اعلى درجة من الاهمية. التقارير دي انا بسجل كل ما يخص الاثر بالتفصيل الممل، هما بيعتبروها بالضبط كده شهادة الميلاد بتاعة الاثر. اول حاجة لو انا عندي اي ادلة فنية موجودة عندي، سواء كانت رسومات، زخارف، تقنيات في الصناعة نفسها، اي حاجة تخص الاثر، الادلة الاثرية سواء كانت حاجات بتدللي على الفترة الزمنية او ما شابه. بعد كده حالة الاثر نفسه، هل هو مكتمل، لا متكسر اجزاء، هل فقد نسبة الفقد بتاعته، هل مفقود في الرقبة، في البدن نفسه، في القعدة، ايا كانت. بعد كده بحدد المراحل اللي انا هعملها بالنسبة للترميم، وبعد كده اي مؤشرات تظهر اثناء عملية الترميم واسجلها، وبعدين بنعمل عملية الرسم والتصوير قبل واثناء وبعد الترميم. حتى لو انا في موقع، ايا كان الموقع، حتى لو كان في منطقة الحفاير في اللي هي الاثار الغرقة، بيتم التسجيل بكل التفاصيل المطلوبة. طيب
هنا طبعا لازم اللي هي التفاصيل ازاي ان انا بقدر بطرق بسيطة جدا ان انا ارسم الاثر بتاعي. في عندي اجهزة كتير والات كتير ممكن بتساعدني وبتسهل عملية التسجيل نفسها بحيث انها بتبقى ايسر واسهل، وخصوصا في منطقة الحفاير لما بيظهر عندي كم كبير من الاثار. في حاجات زي ما احنا عارفينها اللي هي دلوقتي بقت أساسية اللي هي الفيرست أدز أو اللي هي الإسعافات الأولية، إني أنا لو أنا عندي الأثر طالع إناء مثلا سيم من الخزف وفي جزء مكسور، يبقى بدل ما أنا أشيله وممكن الجزء ده أفقده أو أيا كانت، أو عندي اللي هي طبقة التسجيج دي فيها كراكس أو أي حاجة، أبتدي إن أنا أسجل الحالة دي وأحاول أحافظ على الجزء ده لحين الانتقال للمعمل بتاعي. طيب طبعا هنا كل الجسم او كل مجموعة او كل اثر لقيته ببتدي احط له اللاب بتاعته واحط له الداتا بتاعته الخاصة بيه كلها، وتبقى متجمعة زي ما احنا شايفين بتبقى في اكياس، كل مجموعة بتمثل الاثر زي ما احنا لقيناه. بعد كده بيبتدي يتجمع في منطقة المخازن او الحفاير. طبعا للأسف احنا لو شفنا هنا بيتجمع الاثار كلها على بعضها او تتحط وتتكدس، وطبعا دي حاجات المفروض ان احنا نراعيها جدا واحنا بنلقن الاثر، لدرجة اني لو انا عندي اثر خارج من منطقة الاثار بحرية بيتحط في اكياس فيها بمية البحر نفسه عشان ما نقلهوش، زي ما دكتور وليد قال ان احنا ما اقدرش اعمل له النقلة الجامدة دي ان انا انقله من البيئة اللي هو كان فيها واسيبه يتعرض للجو. طيب في بعض الحالات انا بيبقى عندي الاثر بتاعي سواء كان زجاج او خزف او اي من المواد القابلة للكسر، احنا اكتشفنا واحنا في اثناء الحفائر في جزء من الاثر ابتدى يظهر عندي، وانا في خوف ان انا ما اقدرش اشتغل فيه وما اقدرش اشيله لانه هيقفل، لان في قوة ضغط نتيجة لان الردم نفسه بتاع التربة دخل جوه الاثر نفسه، وبالتالي لو انا ابتديت احفر واطلعه ممكن ينفجر معايا. فانا بعمل ايه؟ ببتدي احفر حوالين الاثر نفسه زي ما احنا شايفين هنا، وبعد كده بنبتدي نفصل الجزء اللي تحت، وبعدين بنجيب شيت من الخشب ونبتدي نحط من هنا ومن هنا وبنقص من تحت، وبتتنقل المجموعة دي زي ما هي كده في منطقة، طالما انا مش هقدر اعمل لها اتصرف فيها في منطقة الحفاير يبقى لازم احافظ على حالتها زي ما هي، وبعد كده ابتدي انقلها للي هي المنطقة بتاعة المعمل بتاعي وابتدي لحين ان انا ابتدي اشتغل فيها. طيب زي ما اتفقنا عملية التوثيق والتسجيل دي بتتحط كلها فايلات، كل فايل بيبقى خاص بالشغل بتاعه او بالأوبجكت بتاعه بكل التفاصيل بكل الصور بكله، وبنبتدي نحافظ عليها ونشيلها. طيب خلاص احنا ابتدت انتهت مرحلة الحفاير واتنقل الاثر بتاعي للمعمل. في المعمل بقى لازم لو انا بشتغل مش كل الاثار بنحطها، هي كل الاثار لها الأهمية، بس كترميم لازم اني انا اقسم الاثار بتاعتي يبقى في جدول للشغل اللي انا هشتغله. اولا لازم احدد الاثار اللي هي ما بتبقاش محتاجة ترميم، حالتها كويسة ومكتملة وما فيش اي مشاكل بالنسبة لها، يبقى دي بتتصنف لوحدها. في احيانا بتبقى محتاجة ترميم على نطاق ضيق جدا، مجرد ان في جزء مكسور، عملية تنظيف بالفرش، ايا كان الاسلوب الاحتياج بتاعته. احيانا بيبقى في ترميم جزئي، جزء مفقود او في احيانا تانية بيبقى انا عايز الاوبجكت بتاعي كله عايز ترميم بالكامل. في حاجة اخيرة ودي لازم نراعيها، اني انا لو الاثر ده هرممه للعرض المتحف بيبقى ليه مواصفات خاصة في الترميم. طيب طبعا احنا مش بالنسبة للمجال بتاع الفحص الفيانس والخزف، اعتقد ان هو موضوع يعني ليه على درجة عالية جدا من الاهمية، سواء كان علشان انا بدرس او برمم او ان انا بحفظ التاريخ بتاع الاثر بتاعي، لاني انا ممكن من خلال الفحص احدد حتى الحالة بتاعة الاثر بتاعتي واقول اه والله لا ده ما يحتملش التأجيل،
لاني عندي هنا في شروخ ظهر لي عندي سواء في السكاننج او ايا كانت الطريقه اللي انا هستخدمها هيطلع لي مثلا اقول لا والله الاثر ده ممكن يحتمل ان انا اجله، يبقى هو بيعمل لي عمليه توفيق كمان ان انا لاوضاع الاثار نفسها ايه اللي يبقى مستعجل في الترميم ايه اللي ممكن ان انا اجله، بالاضافه لاني بيحدد لي بشكل اساسي الطريقه اللي انا هستخدمها في الترميم. احيانا كتير احنا في اثر نقول لك لا لازم نعمل تقويه، طب ما لما ابص تحت في السكاننج الاقي لا الحاله بتاعتي ما فيش ما يدعو لكده، يبقى شيء اساسي اني انا لازم اعمل عمليه الايه التحليل. بالاضافه لان انا لو كنت بدرس تكنولوجيا لو كنت بدرس طريقه تصنيع عايز اوصل لمعلومه معينه او تركيب للفيانس نفسه، لان في بعض الحالات بيبقى التركيب بتاع الفيانس مختلف من مكان للتاني، يعني منطقه بتختلف فيها اللب الداخلي او طبقه التسديد نفسها، او لو هو استخدم الوان معينه يبقى انا لازم في الحاله دي اعمل عمليه الفحص بتاعتي وعلشان احدد على اساسها. طبعا هنا يعني الجدول بياخد كل الطرق اللي هي بتاعه الفحص والتحليل على اساس ايه اللي انا ممكن ان انا بستخدم فيه جزء صغير وممكن لا انا ببقى محتاجه يعني العينه اكبر او ما شابه. طيب الشغل الاساسي بتاعنا اللي هو مرحله او خطوات الترميم، اعتقد يعني كتلة بحثا او اللي هنفضل لغايه الى ابد الابدين نقول ان التنظيف الميكانيكي هو التارجت الاساسي بتاعنا. لو قدرت اوصل بالتنظيف الميكانيكي لافضل الطرق انا اعتقد ان احنا كده يبقى نجحنا، لان اي تنظيف كيميائي مهما كان انا بتدخل بشكل او باخر، وخصوصا في عمليه يعني زي ما هنتكلم بعد كده في عمليه التقويه. التنظيف الميكانيكي يعني هو الامن والاسلم، ولو قدرت اوصل بيه يبقى يعني ده هو الهدف بتاعي. التنظيف بتاعي اولا طبعا بيبقى بالفرش والفرر، في حاجات كمان دلوقتي اللي هو الفايبر جلاس بقى فيه استخدامات كتير ومنها الفرش وبتجيب نتائج كويسه قوي في عمليه التنظيف، او زي ما احنا عارفين اللي هو ورق الصنفرة الناعم، وابتدي بس ابعد لو انا عندي شروخ يبقى في الحاله دي لازم اخد حذري، لان انا ممكن ببساطه جدا وانا بشتغل وخصوصا في الخزف ابتدي انا اللي بدخل الاتربه جوه الشروخ بتاعتي اللي هي بتاعت الايه طبقه التسجيل، يبقى بدل ما ببقى بعمل عمليه تنظيف للجزء الخارجي بس لا ده انا ببقى السبب في ان انا ادخل الاتربه جوه الشروخ نفسها. في عندي بنستخدم حاجه اسمها كريمات الصقل او بوليشنج كريمز، ودي بتستخدم بشكل اساسي لانها بتعتمد على استخدام الكحول الابيض والصابون واللي هو الكحول المثيلي طبعا، وبستخدم معاها طبقات سطحيه رقيقه جدا وبعد كده بشيل بيها الرواسب بتاعه الكالسيوم والطبقات السطحية، ودي بتجيب نتيجة كويسة جدا وسريعة وفي نفس الوقت ما بتأثرش على طبقة التسجيل بتاعتي. طيب في حاجة تانية اللي هي بتستخدم بس دي على نطاق ضيق وبس، يعني الجميل فيها انها بتجيب نتيجة لو انا عندي الاثر وخصوصا الاثار اللي هي بتبقى طالعة من الاثار البحرية بتبقى كمية التكلسات بتبقى عالية جدا، وبالتالي انا ممكن بتحكم في قوة الدفع بتاعة الرمال بحيث ان انا اقدر اتحكم في عملية التنظيف. طبعا العملية دي لازم يبقى الاثر بتاعتي الحالة بتاعته يعني اختبر ان الحالة بتاعته تسمح بذلك، بالاضافة لعملية الازالة بتبقى محتاجة شيء من الخبرة. من الطرق اللي بتستخدم طبعا اللي هي استخدام التنظيف بالالتراسونيك، وطبعا الالتراسونيك دي بتبقى عبارة عن ذبذبات بنعرض الاثر ليها، بتبقى عبارة عن تانك صغير كده بتتحط لحسب الحجم بتاعه، خصوصا الاثار اللي هي بتبقى صغيره حجمها صغير مش حجم كبير لا حجمها صغير، بستخدم فيها محلول من هيدروكسيد الامونيوم وبيبقى بنسبه 5%، وبعرض التانك ده للذبذبات بتاعه الموجات الفوق صوتيه لمده زمنيه ممكن توصل ل 20 دقيقه، بتجيب نتائج جيده جدا لانها بتعمل خلخله لكل التكلسات اللي ممكن تبقى موجودة على السطح. في عندي كمان اللي هي التنظيف باستخدام الاتوميك اكسجين، ودي من الطرق الحديثة واللي بتجيب نتائج جيدة. احنا عندنا معظم
الكنائس عندنا وفي بعض المساجد وفي بعض الأماكن الأثرية بنلاقي في كمية السناج اللي هي ناتجة عن الاستعمال أو ما شابه أو حتى كعوامل تلف مؤثرة، بيبقى عندي الكربون أساسي موجود في السطح بتاعها. في الحالة دي لما بستخدم الأتوميك أكسجين بيحول لي الكربون اللي هي أول أكسيد الكربون، وبيطلع لي لو في نسبة من ثاني أكسيد الكربون وبخار المية. بينتج طبعا إن هنا لو عندي كمان روابط ما بين الهيدروجين والكربون على السطح، لما بنستخدم الأكسجين الذري بيعمل تكسير للروابط دي، وبالتالي بيبقى سهل إن أنا أزود معدل التفاعل بتاعي، وبالتالي بيبقى سهل عملية الإزالة للكربون. وبتعتبر من الطرق الآمنة، لإني أنا هنا بستخدم أكسجين تفاعل سطحي، ما بضطرش ان انا زي المواد التانية ان انا استخدم مواد كيميائية علشان ازيل بيه السناج. طبعا من الحاجات اللي النهاردة بقت اعتقد انها يعني الانتشار بتاعها عالي جدا والنتائج بتاعتها برضو جيدة جدا، اللي هو التنظيف بالليزر. والتنظيف بالليزر بيعتمد على اني بتحكم في القوة بتاعة الشعاع بتاع الليزر، بحيث اني ما بيتعداش السطح بتاع اللي هي طبقة التكلسات. يعني بنتحكم، بندرس السمك بتاع طبقة التكلسات بتاعتي وبسلط عليها الشعاع بتاع الليزر، فبيعمل تفتيت كامل للطبقة وما بيوصلش للأثر نفسه. طبعا هنا ده اللي هي ازاي ان احنا بنوجه الشعاع بتاع الليزر. الليزر احنا بنستخدمه طبعا بنستغل فيه عندي تأثير حراري ليه وتأثير كيميائي. في بعض الحالات بيبقى ان انا اللي بستخدم ممكن استخدمه بالصورتين، سواء كان التأثير الازالة عن طريق ان انا استخدم الطاقة الحرارية للليزر، او ان انا استخدم التأثير الكيميائي للليزر انه يعمل عملية تفتيت للمركبات الكيميائية الموجودة. وفي بعض الحالات بستخدم الجمع ما بين الاثنين، سواء كان التأثير الحراري او التأثير الضوئي. خلاص، بس عملية استخدام الليزر طبعا بتخضع لدراسات كتيرة جدا. ليه؟ لان اولا لازم اعرف حتى النوعية بتاعت الليزر اللي هستخدمه، حتى المدى بتاعه، القوة، التردد اللي هستخدمه، فبتبقى داخلة من في نطاق تجارب كتيرة جدا بتدخل فيها الدراسة. طبعا استخدام شعاع الليزر استخدام بتاعه كاستخدام سهل جدا، لان مجرد ان انا بجيب اللي هي بيسموها الجن بتاعت الليزر نفسها ووجهها للأثر. بيبقى الجميل كمان في استخدام الليزر ان بيبقى متوصل بيه يا اما اوبتيكال مايكروسكوب او سكانينج الكترون مايكروسكوب، وفي كلا الحالتين وانا بتحرك ما بتحركش بشكل عشوائي، لا بتحرك وانا عيني دايما على الشاشة بتاعت الكمبيوتر اللي جنبي اللي هو متوصل بالميكروسكوب، بحيث ان انا بقدر اعرف اولا السمك بتاع طبقة التكلسات والمدى اللي انا هقدر استخدمه وانا وصلت فين بالنسبة لعملية التنظيف. طبعا هنا اللي هي بيوضح الفرق في الاماكن اللي هي بيستخدم فيها الليزر. طبعا احنا زي ما احنا قلنا بنشوف تحت الميكروسكوب، بنشوف ادي الطبقة قبل التنظيف والطبقة بعد التنظيف، وزي ما قلنا لازم اعرف الطول الموجي وعدد الذبذبات والامد بتاعة الذبذبة والكفاءة بتاعة الطاقة والتردد. طبعا هنا في التصوير باكتر من طريقة، بحيث ان انا اعرف يعني هنا واضح طبعا الفرق ما بين الجزء اللي هو فيه الاتساخات والجزء اللي انا بعد عملية التنظيف بالليزر. طبعا هنا تحت الميكروسكوب السكانينج الكترون مايكروسكوب ببتدي حتى الاجزاء اللي هي الدقيقة والفواصل ما بين الالوان بقدر اتحكم، بحيث ان انا اعرف الحدود اللي انا هبتدي اروح اشيل من هنا او لا، او هنا اقعد بالظبط. بتبقى كلها مدروسة بشكل دقيق جدا وبتدي نتائج هائلة جدا، سواء كان في الخزف، سواء كان في كمان اكتر في التصوير الزيتي، في اللوحات بتاعت التصوير الزيتي الليزر من الحاجات اللي بتجيب نتائج هائلة. طبعا هنا تحت الميكروسكوب بيبان لي طبعا الفرق بين قبل التنظيف وبعد التنظيف. بعد الدراسات طويلة لقوا ان افضل النتائج علشان يدي التنظيف بالليزر ان هو يستخدم بالنسبة لمجال الاثار، بالنسبة للمجال الاثار ان يدي طول الموجي بيبقى 248 ناتوميتر والتردد ما بين 0 و50 هرمز.
بعد كده بعد الانتهاء من التنظيف الميكانيكي ايا كانت الطريقة اللي احنا هنستخدمها بنضطر ان احنا نستخدم التنظيف الكيميائي. طبعا المية هي الاساس اللي احنا ممكن نستخدمه لان هي برضو الى حد ما طالما عندي انا السطح بحالة جيدة يعني كل الحالات اللي انا بستخدمها لازم اقف عند الحالة بتاعت الاثر بتاعتي تسمح او لا تسمح، يعني لازم يبقى عندي عناية كده على الاثر بتاعي وعلى الحالة بتاعته لان في حاجة ممكن تبقى تنفع هنا وما تنفعش هنا، يبقى كل اثر في حد ذاته هو كيس استادي بالنسبة لي. خلاص طبعا هستخدم المية، كمان ممكن استخدم مواد كتير زي الاحماض المعدنية في مجال التنظيف بالنسبة للفيانس والخزف. في عندي طبعا الهيدروليك اسيد والنيتريك اسيد والسلفريك اسيد والهيدروفلوريك اسيد، بس لازم نخلي بالنا واحنا بنستخدم الاحماض ان بينتج عنها درجة حرارة عالية لما بنضيف لها المية، علشان كده لازم الاستعمال اولا يبقى لوكال جدا وفي اضيق الحدود، وبمجرد ما بنبتدي نشتغل بيبقى معايا طبعا القطنه بتاعتي بميه مقطره وابتدي انظف على طول، لان كل نقطه حمض بتنزل على الاثر بتاعي خصوصا طبقه التسجيل او الزجاج بتعمل لو انا سبتها اكتر من الفتره الزمنيه المحدده ليها تبتدي تعمل حفر، يعني بعد ما اخلص التنظيف الاقي السطح بتاعي بعد ما كان املس بقى كله عباره عن حفر نتيجه لاستخدام الايه الاحماض. طبعا من المواد اللي بتستخدم في تنظيف الزجاج والفيانس عندي اللي هي الاي ام اس بنسبة 50% وده بستخدمه المادة دي على هيئة اعواد خشبية وبحط في نهايتها قطنة، يعني لازم بيبقى وزي ما اتفقنا التنظيف بتاعي بيبقى لوكال خالص بمجرد ان انا بحط واشيل الجزء بتاعي. من المواد اللي بنستخدمها اللي هي مسحوق مادة الكالجوم واللي هي عبارة عن هيكسي ميتا فوسفات الصوديوم، ودي بنستخدمها مع المية الدافية وبنضيفها بنسبة 2-3% وبعد كده بنسيب القطن على بالمحلول على القطعة وبنكرر العملية دي اكتر من مرة، وبعد كده بيتم التنظيف وبنلف القطعة في ورق ياباني اللي هو التيشو بيبر عشان نعمل عملية التجفيف. كمان ممكن ان انا استخدم المية مع المحلول البيولوجي في اناء او حوض من البلاستيك، وبستخدم فرشاة الاسنان طبعا لعملية التنظيف. من المواد اللي بنستخدمها طبعا في عملية التنظيف اللي هو فوق اكسيد الهيدروجين علشان ازيل الاتساخات وخصوصا الاتساخات العضوية. كمان ممكن استخدم مواد العزل المختلفة اللي هي بالنسبة للمواد زي الاسايل بايمنتيريا والاسيديك اسيد برضو او الايديتا اللي كان بيقول لنا عليها دكتور وليد، دي بتستخدم بشكل اساسي على اساس عملية التنظيف سواء بالنسبة للفيانس او بالنسبة للخزف. طيب بالنسبة لاستخدام المذيبات العضوية، اولا المذيبات العضوية طبعا الاستخدام بتاعها المجال بتاعها واسع جدا وبتدي نتائج جيدة جدا في عملية التنظيف. اولا بستخدمها يا اما في التنظيف وازالة بعض الاتساخات او في اذابة البوليمرات وتحويلها المحلول، يعني انا بضيف المذيب العضوي للبوليمر علشان اعمل له عمليه اذابه واحوله المحلول، او ان انا لو انا عندي بوليمرات قديمه بيبقى سهل جدا ان انا ازيلها بالمذيبات العضويه. لازم نقول ان في المذيبات دي بتبقى خطر جدا ولازم الحرص عند استعمالها، لان في بعضها بيبقى خصوصا زي الطولوين بيبقى ليه تاثير على الجلد، لان هو يعني اعتقد من سنين طويله جدا هو ممنوع استخدامه اساسا لان هو بيحصل له عمليه الجلد بيمتصه وبيعمل امراض مش كويسه بعد كده. طبعا انا عندي انواع كتيره جدا من المذيبات العضويه زي التوفلين والكلورينا تيرا هيدروكربون وغيرها والكحولات باختلاف ارواحها والكاتونز والايسايد كل دي، لكن انا في عندي بصراحه وبستخدمها كتير وبتدي نتائج جيده جدا اللي هي ان انا اعمل مخلوط من الاسيتون مع الكحول الميثيلي واستخدمهم بنسبه 1-1% في عمليه التنظيف بتدي نتائج ممتازه. لاني اولا هنا في بيبقى نوع من التوازن ما بين الاسيتون وما بين الكحول الميثيلي،
وبيستخدم، ودي اساسا كانت موجوده في المتحف البريطاني. اللي عندي فيه بعض الاحماض العضويه اللي احنا بنستخدمها زي الستريك اسيد والتارتريك اسيد، برضو من الحاجات اللي بتجيب نتائج جيده في تنظيف الفيانس والخزف. في عندي بعض المشاكل اللي بنلاقيها في الطبقات بتاعه الخزف او بنلاقيها في بعض الحالات في الفيانس، بستخدم معاها ايه؟ انا بستخدم حمض الاوكزاليك او الستريك اسيد بنسبه 10% عشان نزيل اللي هي البقع بتاعه الحديد، وبستخدم هنا اسلوب الكمادات، او ان انا بستخدمه برضو بنسبة 5% بيدي نتائج، سواء ايا من ايا من الاحماض اللي موجودة عندنا دي اللي هو الستريك اسيد او الاوكزاليك اسيد او الاسيديك اسيد. طيب في برضو حمض المالونيك دوت بيستخدم عشان ازيل بيه الرواسب بتاعة الجير والكربونات، وهو بيدي نتائج جيدة جدا عشان يشيل البقع اللي موجودة على الاثر. في البقع الحديد بستخدم فيه اللي هو الكوميرشال راست ريموفر اللي هو التجاري ده اللي هو بنسميه جونو لايت، وده بيوجد في صورتين، يا اما كريم يا اما سائل، وفي الحالتين بشيل بيه البقعه، بحطه على البقعه بتاعتي لمده ساعتين، ثم بعد كده بنزيله بميه وصابون دافي، وبعد كده نبتدي نشتغل عليه بميه مقطره عشان نزيل اي اثار للصابون. بيستخدم طبعا زي ما احنا قلنا في كمادات قطنيه. كمان ممكن استخدم الايديتا بنسبة 5%، ولازم طبعا تكون نسبة الحموضة 4.6. كمان بستخدم خلط للحمض مع بودرة التلك مع ثلاثي سيليكات المغنيسيوم، برضو دي من الحاجات اللي هي بتبقى مفيدة جدا انها بتعمل عملية امتصاص للبقع وبتشيلها من السطح بتاع طبقة التزجيج نفسها. طيب في برضو بقع النحاس بعمل بيها، بستخدم كمادات مغمورة في محلول قوي للأمونيا، وبنسيبها لمدة ليلة كاملة يعني على الأقل 12 ساعة، وبعد كده بنغسلها بخليط من الكالبون والمسحوق البيولوجي. برضو من البقع العضوية اللي هي ذات اللون الأسود الثابت، فيمكن استخدام برضو فوق أكسيد الهيدروجين بنسبة 3% مع المية المقطرة كمبيض، وبعد كده بستخدم أسلوب الغمر القطعة بالماء المقطر. بستخدم برضو 10% حمض هيدروكلوريك في تنظيف سواء الخزف او الزجاج من بقع الحديد، وبستخدم المحلول 10% حمض اوكزاليك. طبعا من الحاجات اللي احنا بنستخدمها، واعتقد ان هي دي المجال بتاعها الفترة الجاية، وهيبقى لان هنا النهاردة دلوقتي ما بعدش في استخدام الانزيمات بس لمجرد زي ما احنا عارفين ان هي بتحول، الفكرة الاساسية ليها اللي هي في جسم الانسان انها بتحول لي المواد المعقدة التركيب لمواد بسيطة التركيب. النهاردة الشغل بقى الجديد كله على اني ازاي استخدم الانزيمات المخلقة، اني استخدمها عند حد معين، واستخدم مواد مثبطة لنشاط الانزيم عند حد معين. بمعنى ايه؟ بمعنى اني انا بشوف بعمل يعني الشغل، كل الشغل التجريبي دلوقتي الاتجاه ليه ان احنا بنجيب انزيم وببتدي اشوف تأثيره على سواء كانت، لان احنا عندنا بشكل اساسي المادة الدهنية او الزيوت او اللي هي البقع اللي بنلاقيها، وخصوصا بالنسبة مش في مجال بس الفيانس او الخزف، حتى في مجال الكتب والورق بنلاقي البقع الزيت بتبقى موجودة، وبيبقى صعب جدا ان انا اعملها ازالة في الايقونات في الصور في اللوحات الجدارية، عملية الزيت الموجود ده بيبقى صعب جدا. هنا بنعتمد على ايه؟ بعتمد على اني بشوف مدى تأثير الانزيم على البقعة دي، وبعدين طب ما انا ممكن انا لو استخدمته ممكن يبقى له نشاط زيادة ممكن يأثر على بقية التركيب بتاع الماتيريال بتاعتي. فانا بعمل عملية تثبيط للنشاط بتاع الانزيم بتاعي عند حد معين واوقفه، يبقى انا هنا بقيت في السيف سايد، استخدمت الانزيم وفي نفس الوقت عرفت اتحكم فيه تماما بحيث ان هو يقف عند حد معين، ما يبقاش ايه الاستخدام بتاعه بدون حد فاصل يعني.
طبعا الحاجات العاديه اللي احنا عارفينها ان انزيم الاميليز بكسر بيه الكربوهيدرات، البروتيز عشان البروتين والاحماض الامينيه، اللايبيز اللي احنا بنستخدمه عشان يحول الدهون لمستحلب دهني، كمان بستخدم التنظيف الاثار من تنظيف الكربوهيدرات والبروتينات وبحولها المواد بمجرد ان انا بدوبها في الميه بتتشال معايا هي والاتساخات الموجوده. طبعا اعتقد ان المستقبل دلوقتي او الاتجاه دلوقتي لتكنولوجيا النانو يعني جزء واحد من مليار جزء من المتر، يعني احنا عشان نبقى متخيلين البارتكلز بتاعتي بتبقى قد ايه او حجمها قد ايه، هي واحد من مليار، لو انا عندي متر يبقى هي واحد من مليار من المتر ده، وهذا يعني ان عند تقسيم المتر الطول الواحد لمليار جزء فان الجزء منه هيكون نانو متر. التكنولوجيا بتاعت النانو هي عبارة عن عدد من السبل والطرق هدفها احداث بنايات معينة صغيرة جدا تقاس ابعادها بالنانو متر، مما يؤدي الى اكتساب المواد المحدثة صفات جديدة غير عادية. المادة بتاعتي بالتكوين بتاعها بيبقى لها صفات خاصة، لما انا بحولها لمادة نانونية بتكتسب صفات مختلفة خالص عن المادة الاصلية. يبقى هو دي الفكرة الاساسية في استخدام النانو متر. طيب العلم النانوني اللي هو عبارة عن دراسة للظواهر المواد ذات الاحجام الذرية والجزيئية والجزيئات الكبيرة الممكن ان انا اشوفها بالعين المجردة وان انا اتداولها، وبيختلف طبعا خواصها وطريقة تداولها اختلافا كبيرا عن المواد الاكبر حجما او زي ما احنا قلنا. الظاهرة دي الانسان استخلصها من حاجة ربنا خلقها في الطبيعة، حاجة من عند ربنا، اني عندي في زهرة اللي هي زهرة اللوتس بتاعتنا عن بملاحظة الانسان اكتشف انها بتعمل عملية تنظيف ذاتي لنفسها. بمعنى ايه؟ ان هي طول السنة لو بصينا على الورق بتاعها نلاقيه نظيف، مفروض انها بتتعرض للتراب، بتتعرض للرياح، لايا كانت هي دايما بتبقى في حالة نظافة. ليه بقى؟ لان هي لما بينزل عليها المطر بتسيل حاملة المطر بياخد معاه التراب وبنسميها اللي هي لوتس افكت او فعل اللوتس، وهي مرتبطة بالتركيب بتاعها، لان هنا لقوا ان الشكل بتاع تحت الميكروسكوب زي ما هنشوف ان هي عبارة عن التركيب بتاعها عبارة عن قبعات صغيرة زي ما يكون ايه قبعات جنب بعضها بتقاس بالميكرون، ويوجد على هذه القبعات العديد من الشعيرات النانومترية، واثبت ان هذه البنية بالذات هي التي تؤمن او بتؤدي الى عملية التنظيف الذاتي للورقة. زي ما احنا شايفين ادي الورقة، حتى لما بتيجي القطرة بتاعت المية عليها بنلاقيها متجمعة، مش بتمتص او بتبقى موجودة، لا دي بتلم كمان بتاخد كل التراب اللي حواليها وتبتدي تنزل. لما بنبص عليها تحت الميكروسكوب بنلاقيها زي ما احنا شايفين على شكل اللي هي القبعات الصغننة، لما بيزيد التكبير بنلاقي انها عبارة عن شعيرات نانومترية بتبتدي تتكون. لما بتيجي المية عليها زي ما احنا شايفين اهي، المية بتبقى موجودة على الشعيرات دي فتبتدي تاخد التراب اللي موجود عليها وتنزلق. الانسان اخذ الفكرة دي من الطبيعة وابتدى يترجمها لحاجات زي ما احنا شايفينها النهاردة، مش في مجال الاثار بس، في كل المجالات اللي حوالينا. في المجال بتاع الاثار بقى احنا اتعمل بيها بالنسبة للسيراميك بالذات او سواء كان الفيانس او الخزف، اني انا بعمل بيها كوتنج للسطح بتاعي وبيعمل لي على السطح زي ما احنا شايفين اهي على المندرين بتاع السطح بتاعي طبقة من النانوميتر، بتبقى مش مجرد واقية للسطح، لا دي كمان بتمنع عنه التأثير، يعني هي بتعمل تنظيف ذاتي وفي نفس الوقت بتمنع التأثير اللي ممكن تتعرض له بعد كده. طبعا انا بستخدم النهاردة في مجالات كتيرة جدا، وخصوصا في مجال واسع جدا، واعتقد ان هو ده اللي هيبقى ان شاء الله فاصل بالنسبة للاثار، اللي هو مجال البوليمرات،
لان بتحسن الخواص الفيزيائيه والميكانيكيه للماده النانونيه، بتحسن الخواص بتاعه البوليمرات، وبالتالي بتحسن الخواص اللي بتنتج عنها بالنسبه للاثر. طبعا الاكثر انتشارا اللي هو ثاني اكسيد التيتانيوم وثاني اكسيد السيليكون، وبتعتمد المواد دي ان انا بستخدمها بمقياس النانو كماده رابطه فعاله، بتكون طبقه سطح، بتكون طبقه سطحيه خاليه من الشقوق، الى جانب خاصيه التنظيف التالي الذاتي بالنسبة لها. يعني تتخلل هذه المواد إلى المسام لتزيد من المقاومة الميكانيكية وتزيد من المقاومة ضد التلف الناتج عن تبلور الأملاح، لأن هي بتسمح لأن الأملاح لأن هي مش بتسد المسام، لا هي بتسمح للأملاح أنها تخرج من جوة لبرة، وبتمنع الدخول المواد، لأن أي حاجة هتيجي هتنطلق، يبقى أنا بعمل كده حماية ذاتية للأثر بتاعي. كمان ممكن نعمل خليط من ثاني اكسيد التيتانيوم وثاني اكسيد السيليكون عشان اعمل طبقه سطحيه عشان ازود بيها خاصيه التنظيف الذاتي، وبالتالي كمان بعمل بيها اني انا بعمل عمليه الايه طارد للميه. يعني الجديد بقى في النانو دلوقتي ان احنا بنعمل كمان بنزود الخاصيه بتاعه بالاضافه للصفات الثانيه انه هيبقى طارد للميه. كمان ممكن نعمل طبقه من اوكسالات الكالسيوم على السطح باستخدام محلول اوكسالات الامونيوم وكحول البروبايل والاسيتون عشان نزيد المقاومه للاتربه والحموضه، وبمنع النمو البيولوجي على سطح الاثر كماده لما بنستخدم الخليط كماده مقاومه ومقوية وطاردة للماء مع المبيدات الحيوية. كمان إضافة النحاس للنانو بيزود كمقوي وطارد للمية، برضو بيعطي نتائج جيدة في تكوين المستعمرات، يقاوم بيها تكوين المستعمرات البيولوجية بعد الترميم. بالنسبة لاستخدامه برضو بستخدم اللي هي السولفنت جيل، اللي هي عبارة عن برضو مستحلب دقيق من المذيبات، وبتعمل كعامل مساعد في إزالة الاتساخات بدون ما ان انا بعمل بلل للسطح، يبقى انا بستخدمها تعتبر هي اقرب ما تكون للميكانيكال كلينينج، ان انا بعمل عملية إزالة للاتساخات للمناطق المحيطة. ولازم اختار طبعا الجل المناسب، يعني مهم جدا اني انا لما اجي استخدم المواد دي المذيبات دي لازم استخدم الجل المناسب ليها واللي بيعطي نتائج جيده في ازاله الاتساخات الموجوده. كمان لقينا ان الاسيتون بيعتبر قاعده اساسيه في انتاج الجل، وهو اللي اعطى افضل النتائج في بالنسبه لاستخدام المذيبات دي. في الحاله دي انا بعمل طبقه رقيقه جدا بيبقى سمكها حوالي من 1-2 ملي، وبستخدم فرشة خشبية وبحط طبقة الجل دي على الأثر بتاعي من 10-20 ثانية، بمجرد ان انا احط وابتدي اشيل بتشيل كل طبقة الاتساخات الموجودة. لما يكون الحالة بتاعت في حالة طبقة التسجيجات الرقيقة، لكن في الحالة العادية ممكن ان انا استخدمه من مدة من 3-4 دقائق. يعني انا لو عندي طبقة فيانس رقيقة جدا، يعني عارفين سمك الفيانس بيبقى صغير، لو انا عندي طبقة فيانس يبقى استخدم الفترة الزمنية بتاعتي لازم تبقى محدودة للغاية، يعني من 20 ادوب. يعني لو كانت عندي طبقه خزف عاديه وطبقه سميكه ممكن ان انا استخدمه من 3-4 دقائق، وبيكون عندي درجه الحراره حوالي 30 درجه مئويه. طبعا من المشاكل المهمه جدا واللي اعتقد انها ملحه واساسيه بالنسبه لنا هنا في مصر اللي هي طبقه تكوين الاملاح. والاملاح عندي نوعين من الاملاح، يا اما طبعا اللي احنا عارفينها الاملاح القابله للذوبان في الماء زي الكلورايدز والنيتريتس والفوسفيتس، كمان اللي هي في الاملاح الغير قابله للميه الذوبان في الميه بتدخل زي بتدخل في المحاليل بنسب معينه، ودي بتكون قابله انها تترسب دائما على القطع الاثريه سواء كانت املاحها كربونات كبريتات زي الجبس وكبريتات الكالسيوم والسيليكات. طبعا المصدر بتاع التاثير الاساسي بتاع للاملاح على الاثر، وخصوصا المواد اللي هي بتبقى بورس ماتيريالز اللي هي المواد اللي بتبقى فيها درجه المسميه العاليه، بتدخل جوه المسام بتاعه الاثر وتبتدي تتبلور الاملاح وتبتدي تشكل ضغط على
الأجزاء بتاعة الأثر بتاعي. المصادر الأساسية طبعا للأملاح يا إما الطينة المستخدمة نفسها، سواء كانت في استخدامها في الفخار أو لأن في بعض الحالات في الفيانس ممكن كان بيستخدم الطينة أو الطفلة كمادة رابطة للحبيبات بتاعة الكوارتز، وكان ممكن توصل لدرجة بنسبة 10% مثلا بيضيفها، فممكن بتبقى فيها نسبة أملاح. كمان الأملاح اللي هي نتيجة لاستخدام الأثر أثناء، يعني لو كان مستخدم كان فيه بيحفظ فيه ملح أو أملاح النطرون أو ما شابه، برضو كان بيبقى نسبة الأملاح بتاعة لما كان هو كونتينر للملح بيبقى بيأثر على الأثر نفسه. كمان الأملاح الموجودة طبعا الموجودة في الأثار المدفونة في البحر أو اللي في بيئة قريبة من البحر، احنا عندنا في مساجد في اسكندرية فيها أثار، يعني الجدران كلها موجودة عبارة عن بلاطات خزفية، الأثار دي بتعاني بشكل أساسي من الأملاح كمشكلة أساسية ليها. وهنا الأملاح دي مش هيبقى لها مصدرين، يا إما من تأثير الجو المحيط بيها طبعا لأن نسبة الرطوبة العالية والمحملة بالأملاح، يا إما نتيجة لأن الأثر بيستخدم كدور للعبادة بيبقى فيه الصرف الصحي وما شابه، فبيبقى عنده هنا الأملاح جاية من مصدرين، مصدر خارجي ومصدر من الجدران نفسها. في عندي كمان مشكلة كبيرة جدا الأملاح، احنا كنا كل ما بنتكلم بنقول ان لازم اني بمجرد ما ابتدي استخدم مادة لازم على طول ومباشرة ابتدي اعمل لها غسيل مكانها، لكن في بعض الحالات لو انا اهملت الحتة دي وخصوصا لو انا عندي مبيضات او ما شابه لازم يبقى عندي في الأملاح الباقية في الأثر نتيجة لترميم سابق او زي محاولة ازالة الأملاح باستخدام المبيضات المحتوية على الكلور او استخدام او الإزالة غير دقيقة للكالبوم، برضو بيديني فرصة لترسب الأملاح. عندي بالنسبة للأملاح الذائبة اللي هي القابلة للذوبان في الماء، عندي حل من اثنين، يا إما أعمل إزالة وده يتوقف على حالة الأثر، لو الأثر بتاعي حالته كويسة وبتسمح بذلك بعمل له إزالة في المياه الجارية، ويمكن لو احنا شفنا اللي هي في المعمل اللي موجود في ستانلي اللي هو بتاع الاثار الغرقة بيعمل احواض، المعمل كله عبارة عن احواض ضخمة بتتحط في الاواني الخزفية او البلاطات او ايا كانت الاوبجكت اللي هو بيشتغل عليه، ويبتدي يعمل له عملية تعريض للمية بصفة مستمرة، لا ده طبعا زي ما اتفقنا لحالة الاثر. في بيستخدم الكوندكتيفيتي ميتر، ده عبارة عن جهاز صغير عامل زي القلم كده بيحطه في المية وبيشوف لغاية ما يطمن ان درجة الملوحة في المية بقت آمنة بيوقف عملية الغسل. لو انا عندي حالة الاثر ما تسمحش ان انا اعرضه للمية الجارية بستخدم المية الساكنة او الستاتيك ووتر، وفي الحالة دي لازم اعمل اختبار لوجود الكلوريدات عن طريق ان انا بعمل اللي هي اختبار لنترات الفضة. نترات الفضة لو عندي كونت رسب ابيض عند تفاعلها مع ايونات الكلور حيث يتكون كلوريد الفضة الذي لا يزيد في الماء. انا عندي هنا بستخدم اكتر من طريقة في ازالة اللي هي الاملاح اللي في الماء الغير ساكن، ممكن استخدم الكمادات او الورق او الطين السيبولايت اللي هو عبارة عن ثلاثي سيليكات المغنيسيوم، بس لازم ناخد بالنا واحنا بنعمل عملية الازالة في الستاتيك ووتر ان لازم يكون الاثر بتاعي موجود على شبكة، ما يبقاش موجود في واصل لقاع الاناء نفسه، لان لو انا هنا في الحالة دي انا بعمل ترتيب للاملاح، اذابة للاملاح وترتيب ليها، يبقى انا بسمح للاملاح بتاعتي كلها انها تدخل من القاعدة بتاعت الاثر. خلاص؟ طبعا هنا استخدام الكمادات اللي هي من الطين بتاع السيبولايت او لو الورق اللي هو بتاع التيشو بيبر برضو بعمل بيه اللي هي عملية الكمادات كازالة، بحط الورق وهو مبتل بماء مقطر، تبتدي الاملاح بسيبه لفترة زمنية ممكن توصل ليوم او يومين، وابتدي اشيل بتاعت الاملاح كلها اتجمعت على
الجزء الداخلي للتيشو بيبر، بنكرر العملية الثانية لغاية ما نتأكد ان الاناء بتاعي تخلص تماما من الاملاح الموجودة فيه. في عندي طريقة، دي طبعا هي طريقة مكلفة وتحت الدراسة، ان انا بستخدم عملية التحليل الكهربي، ان انا بعمل عملية توجيه للاملاح عن طريق ان انا بوصل بيبقى عندي فيه المصدر كهربي وقطب موجب واخر سالب من الستانلس، وبحطه في حوض في محلول الكتروليتي بنسبة 0.5% امونيا في مية مقطرة، بيتولد تيار كهربي بيبقى حوالي 1 امبير، بتتحرك الاملاح من داخل الاثر للاتجاه الخارج منه، والحالة دي لازم الاثر بتاعي طبعا ما يبقاش فيه اي زخارف او طبقة تسديد سميكة ممكن تتأثر بالعملية دي. في عندي الاملاح الزائبة، طبعا الاملاح الزائبة اسهل حاجة واحسن حاجة نستخدمها اللي هو التنظيف الميكانيكي وهو الامن. وبعدين اللي كنا بنشتغل بيها من شوية اللي هي بتاعت الالتراسونيك دي، اعتقد انها الافضل على الاطلاق في عملية مهما كانت التكلسات بتاعت الاملاح اللي متجمعة، وخصوصا الحاجات اللي هي عليها طبق التسديد. لما انا بستخدم الالتراسونيك بتعمل عملية تفتيت وتوسيع للكتلة بتاعت التكلسات بتاعت الاملاح، وبيبقى سهل بعد كده ان انا اعمل الازالة بالفرش او بالمشارط او ما شابه. طيب لو كان انا عندي الاملاح الغير زائبه اللي هي قلنا عباره عن الرواسب الصلبه على السطح والتي لا تذوب في الماء ولا تسبب تلف لكن بتشوه المنظر بتاع القطعه بتاعتي، الرواسب دي بتكون لونها ابيض او رمادي وبتكون سميكه جدا. اذا وجدت هذه الرواسب على الحافه المكسوره للقطع الاثريه فلا بد من ازالتها تماما طبعا قبل عمليه التجميع. طبعا لازم ان انا قبل ما اشتغل لازم اعمل الاختبارات بتاعتي عشان احدد نوعيه الاملاح اللي انا هشتغل عليها. بجيب بلاطه سودا وبضيف عليها بحط عليها الاملاح، ببتدي اطلع منها اجزاء من الاملاح دي واحطها على البلاطه، واحط نقطه من حمض 10% حمض النيتريك. لو اتكونت عندي رغوه يبقى الاملاح دي عباره عن كربونات، لو كانت الرغوه دي بسيطه بيبقى في الحاله دي الاملاح عباره عن مزيج من الكربونات والكبريتات. احنا خلاص عرفنا اتاكدنا ان فيها كربونات، هبتدي اكتشف او ادور على املاح الكبريتات، ان انا احط نقطتين من او 1% من كبريتات الباريوم على العينه اللي هي بندوبها في حامض النيتريك، هيتكون لي راسب ابيض لو كان في املاح الكبريتات. اما السيليكات فلا تتفاعل مع معظم، لان لو انا لو ما دابتش لا في ده ولا في ده يبقى في الحاله دي العينه بتاعتي عباره عن سيليكات. خلاص لازم اكون في حرص شديد وانا بعمل عمليه الازاله دي تحت الميكروسكوب، وبعد كده بعمل اختبار الحامض دوت. لكن اذا كانت عندي في طبقه التسجيج ودي في حاله الفيانس طبعا في عندنا نوعين من التسجيج، يا اما تسجيج قلوي يا اما تسجيج رصاصي. التسجيج الرصاصي ده ما ظهرش الا من بعد الاسره 22، يبقى لو عندي انا التسجيج ده لما فحصته لقيته تسجيج رصاصي ممكن استخدم حمض الهيدروكلوريك، لان حمض النيتريك بيتفاعل مع الرصاص. يجب ان طبقه التسجيج بتاعتي طبعا تكون جافه عشان اتاكد ان اكتشاف اذا كانت مصابه او تعاني فعلا من الاملاح ولا لا، لان هي لو مبتله ممكن الاملاح تبقى زائبه، يبقى هنا التكنيك هيبقى ايه مختلف. طبعا انا عشان اعالج الاملاح الغير زائبة دي بستخدم 10% حمض النيتريك لو كانت الترسيبات كربونات، من 20-25% حمض النيتريك لو كانت الترسيبات كبريتات، بستخدم حمض الهيدروكلوريك 2% لو كانت الترسيبات بتاعتي عبارة عن سيليكات. الاملاح المتكلسه من كبريتات الكالسيوم بستخدم اللي هي بجيب مكواه حراريه واسلطها عليها فتره زمنيه تبتدي تتفتت لانها بتتحول لماده هشه من الانهيدرايت، وممكن سهل جدا ان انا اعمل لها ازاله بسهوله. التقويه يعني
التقويه نقدر بنقول دايما عليها انها يعني ما نقدرش نحط لها ميعاد ثابت ان المفروض ان انا في المرحله دي اعمل التقويه. التقويه بيبقى حاله الاثر هي اللي بتفرض عليا، ممكن في اللحظه اللي بكشف فيها عن الاثر تكون حالته تستدعي ان احنا نعمل التقويه في الاول. لا والله الحاله كويسه وانا عندي مشاكل هحلها الاول وبعد كده اعمل التقويه، يبقى هستخدمها. في حالات تانية المفروض ان انا ما استعملش التقويه. لازم نحط في اعتبارنا ان التقويه مهما كانت الماتيريالز اللي هنستخدمها ومهما كانت المواصفات بتاعتها، هي بيبقى لها درجه نفاذيه جوه. النفاذيه دي بتدخل جوه الاثر، احنا ما نعرفش على المدى الطويل التاثير بتاعها يبقى ايه. لذلك يعني التقويه دي لازم تبقى للضروره القصوى والاستعمال في حدود يعني الامنه الى اقصى حد، لاني انا مهمتي كلها اني انا احافظ على الاثر بحالته، ما بقاش انا اضيف ماده واعمل تقويه ابقى مبسوط ان انا الحاله بقت كويسه، بعد 10 سنين بعد 20 سنه يكتشفوا ان الماده دي غير صالحه للاستعمال او ان ليها التلف بتاعها ممكن ياثر على الاثر نفسه. يبقى انا مهمتي ان انا احافظ على الاثر للاجيال اللي بعدها، مش ان انا استخدم حاجه ممكن تبقى هي السبب في التلف بتاعه. المواصفات بتاعه التقويه، الماده اللي هستخدمها لازم طبعا يكون فيها الصفه الاساسيه النفاذيه طبعا، ودي بتعتمد على حجم الراتنج المستخدم ودرجه تركيزه في المذيب اللي بيسمح له بالنفاذ. الابيرنس بتاعه او المظهر لازم يكون ما بتغيرش من شكل الاثر بتاعي، لازم يكون فيه طبعا درجه من المرونه عشان تتحمل التغير في درجات الحراره سواء بالتمدد او الانكماش. الشد السطحي للمحلول المستخدم في التقويه ودرجه تركيزه وزاويه الاتصال بينه وبين السطح بتاع القطعه، حيث ان المحلول يتغلغل بدرجه افضل في حال الأسطح ذات الشد السطحي العلوي والتركيز الأقل. طريقة التنفيذ بتاعة التقوية اللي تتوقف بشكل مباشر على حالة القطعة نفسها، وبناء عليه بنحدد الطريقة اللي احنا هنستخدمها في التقوية. عندي طبعا يعني بقى هنا اللي بيحكمني هنا الحالة بتاعة الأثر بتاعي والشكل بتاعه. والله انا لو في جزء معين يبقى هستخدم طريقه التمقيط، لو انا الجزء اكبر او المساحه اللي انا هستخدمها يبقى مولات. لما يبقى عندي الاجزاء انا مش قادر اتحكم في ان انا اعمل فيها، في عندي قشور كتير او ما شابه، ممكن في بعض الرشاشات اليدويه ان انا بتحكم في قوتها بحيث ان انا ممكن استخدمها. في بعض الحالات لو انا عندي الاثر محتاج ان انا اعمل له غمر كلي او غمر جزئي، برضه يتوقف على الحجم بتاع الاثر والحاله بتاعته. من الطرق اللي بنستخدمها اللي هي عمليه التشرب عن طريق خلخله الهواء، ان انا بحط الاوبجكت اللي انا هعمل له التقويه وابتدي احطه في فاكيوم اير وابتدي اخد كل الهواء اللي موجود في المسام وبعد كده استبدله بالماده المقويه. طبعا اهم حاجه بنستخدمها في مجال الفيانس والخزف اللي هي المركبات بتاعه الرافنجات بتاعه السيليكون، لان هي الاقرب، وحتى في النتائج لما بنيجي نعمل اختبارات اللي هي الاختبارات بتاعه التجويه بنلاقي ان الراتنجات بتاعه السيليكون هي الافضل. طبعا في انواع كتيره، واعتقد يعني الدكتور وليد ذكر اسماء مواد كتيره اساسا بيبقى فيها المركبات العضويه الكربونيه هي دي الاساس، زي الميثايل ترايا ايسوكسي سيلان وغيرها من المواد. جات الاكريليك والفينول، وعندي راتنجات الفينول طبعا النهارده دلوقتي كلها بقت بتتحلل فاصبحنا بنتجنب استخدامها. كمان برضو راتنجات البريمال بتدي نتائج كويسه. عندي انا بالنسبه للربط ما بين الاجزاء ولصقها بستخدم بعض المواد زي الارال دايت وبعض انواع كتيره وبنسب مختلفه بستخدمه، طبعا اللي هو البوليمر والمجمد بتاعه، برضو بستخدم السيليستيك برضو بيجيب نتائج كويسه. طبعا هنا بيوضح لي الشكل ازاي ان انا بيبقى الاجزاء عندي منفصله وببتدي اجمع جزء جزء مع بعضه. لازم اراعي ان في عمليه التجميع بتاعتي او اللي هي التقويه اني انا لازم
خصوصا في المنتجات بتاعه القذف بنستخدم اللي هي مخدات الرمال، بتبقى بنعملها حتى احنا الواحد اللي بيشتغل بيبقى على حسب حجم القطعه بتاعته وحسب الاحتياج بتاعه بيشكلها. طبعا التجميع دوت لازم اللي هو إعادة بناء الأجزاء الموجودة بالفعل بدون أي إضافات، لازم إن أنا أراعي حاجات ونقط، إن القطعة بتاعتي تكون جافة تماما، الحواف بتاعتها تكون نظيفة تماما، لأن أي لو في أملاح لو في بقعة زيت لو أي حاجة هتبقى زي مادة عازلة هتمنع ربط الأجزاء دي ببعضها. من النقط المهمة جدا وان احنا بنهتم بيها ان انا لما اجي اجمع الاثر بتاعي لازم اعمله زي اسمها ايه سكيل كده، ان انا ايه الاجزاء وترتيبها هيبقى ازاي واوضعها، لاني ما اجيش بعد ما ابني الاثر بتاعي وافاجئ بقطع ان ده مش مكانها، يبقى هضطر افك كل ده وارجع من الاول، يبقى لازم الحته دي تدرس كويس قوي قبل ما نبتدي، اعتقد انها ايه حاجات بديهيه يعني. طبعا لازم اختار الماده اللاصقه المناسبه لنوع ماده الاثر وحالتها، فاستعمال ماده قويه لاصقه اكتر من اللازم بيمثل خطر على الاثار الضعيفه وخصوصا في حاله الفيانس. كمان لازم الاحظ ان القطع الاثريه بعد ما يتم اصلاحها بتاخد حجم اكبر في التخزين، يعني وهي قطعه مكسوره بتبقى واخده حيز صغير، لما ابتدي انا اشكلها واكونها وارجعها لاصلها يبقى هتاخد، لازم انا عامل حسابي برضو على المكان اللي هحطها فيه. كمان لازم ان انا اراعي ان القطع بتاعتي طبعا زي ما احنا قلنا رمال تكون خالية من الملح. كمان لازم اعمل تصنيف القطع بالاستعانة بالعلامات اللي برجع لها سواء كانت في الزخارف، يعني حاجات بتساعدني الاجزاء وانا بكمل اللون ده يمشي مع الجزء القطعة مع القطعة، تكملة الرسمة نفسها الجزء الكسر نفسه بيساعدني ان انا اكمل الجزء ده مع الجزء ده. وطبعا كل الحواف بنعمل لها عملية تنظيف بالاسيتون علشان يتم عملية اللصق في الاجزاء دي. طبعا هنا بيوضح لي اللي هي الاجزاء دي، بجمع الجزء الخارجي الاجزاء الصغيرة مع بعضها وبعد كده برجع اعمل لها عملية التجميع مع الجزء الاصلي او الاناء الاصلي. هنا طبعا دي اللي هي الفيبرات ستانلس بستخدمها كروابط بربط بيها الاجزاء مع بعضها عشان تساعدني، ان صعب جدا في حالة الخزف في حالات كتيرة بلاقي بمجرد بجمع كده تبتدي تنفصل، فبقى بستخدم حاجة من الاثنين، يا بستخدم زي ما بنستخدم اللي هو السيلوتيب او دلوقتي بنستخدم اللي هي البراد، دي بتبقى اسهل في عملية التجميع. طبعا المواد المستخدمة في التجميع مواد كتيرة جدا اللي هي نترات السيليلوز وبستخدمها مع البارالويد في الاسيتون، ممكن ان انا لو انا بستخدم البارالويد في التجميع ممكن بستخدمه بنسبة 70%، الافضل يعني على حسب الحالة بتاعتي بعمل له المزيد بتاعه، بس هو النتائج الافضل بالنسبة له بيديها مع الاسيتون. طبعا في مواد تانية كتير ممكن ان احنا ايه نلجأ لها ونستخدمها. طبعا الترميم لازم قبل ما ابتدي عملية الاستكمال، يعني احنا خلاص جمعنا القطعة بتاعتنا وكوناها على بعضها، قبل ما اعمل عملية الاستكمال لازم احدد هل الاستكمال اللي انا هعمله ده ليه اهمية ولا لا، يعني انا هضيف مادة جديدة للأثر، الاضافة دي هل هي حيوية ولا ممكن استغنى عنها، لاني انا هو لو الاثر زي ما هو وحالته كويسة ومفيش ما يدعو ان انا اعمل عملية الاستكمال يبقى مش ضروري. في بعض الحالات بيبقى الناحية الاثرية او الجمالية بتهمني. طبعا اختيار المادة المناسبة عشان اعمل عملية القالب عشان اجيب الجزء اللي ناقص واعمل له عملية الايه الاستكمال. برضو من الحاجات المهمة الجاف فيلينج ديت مهمة جدا، ان انا بستخدمها في سد الفجوات والثغرات، ولازم تكون القطعة بتاعتي المادة اللي هستخدمها في الجاب فيلينج دي تكون مناسبة للايه لمادة البوليمر نفسه اللي هيستخدم معاها ومع الاثر نفسه، يعني يبقوا الثلاثة مرتبطين بعض.
المادة المالئة بتاعتي لازم طبعا تكون مستقرة مع الزمن، اللي يكون ليها القدرة على الارتباط بالأثر المراد معالجته، لابد ان يكون ليها صفة الاسترجاعية، يكون ليها القوة والكثافة والاستمرارية من خلال فترات زمنية طويلة، ما تبقاش حاجة فترة مؤقتة، يكون فيها قدر من المرونة عشان يبقى سهل عملية التشكيل بالنسبة لها، قابلة للإضافة للملونات. يعني انا في بعض الحالات بضطر احط ممكن ان انا اضيف اللون معاها واستكمل بيه، يبقى في مرحلة واحدة بدل ما اعمل عملية تلوين يبقى في مرحلة واحدة. كمان ممكن ان انا بتكون لازم طبعا شرط اساسي انها امنة وما ينتجش عنها استخدامها ان هي بينتج عنها ابخرة او مواد بتتصاعد منها. طبعا لازم يكون شرط اساسي ومهم جدا جدا ان يكون التمدد الحراري بتاعها بيوافق الاثر، وخصوصا ان انا عندي مشكلة كبيرة سواء بالنسبة للفيانس او الخزف، ان انا بتكلم عن مادتين فوق بعض، ده معدل التمدد لطبقة الجليز بيختلف عن معدل التمدد للكور الداخلي او اللب الداخلي للاثر، وبالتالي المادة اللي انا حاططها لازم تكون متوافقة مع الاثنين. طبعا هنا ازاي ان انا بعمل عملية التجميع وازاي باخد اللي هنا القالب او الطبعة بتاعت عشان اكمل الجزء اللي من الناحية التانية. طبعا المواد المستخدمة في ان انا اعمل قوالب، ان انا لو عندي الجزء المفقود جزء كبير يبقى لازم اعمل قوالب. القالب ده ممكن يبقى شرايط لزقة او الشرايح اللي احنا بنستعملها بتاعت الاسنان او شمع بتاع الاسنان يعني، او الطينة طبعا، وخصوصا لو كان عندي مساحة كبيرة بيبقى سهل ان انا اعمل منها قالب، وخصوصا انها مادة رخيصة وسهل ان انا استخدمها. ممكن استخدم الصلصال او مطاط اللاتكس، كلها مواد متوفرة وسهل ان انا اعمل منها قالب اصب فيه الراتين. من الافكار البسيطة جدا واللي انا ممكن اعملها ان انا بعمل زي سبورت، جاست ان انا بعمل الشكل بتاعي بالونة عادية جدا وبحط الجزء اللي ناقصني او اللي هي بعمله عملية الايه الاستكمال، لانه هياخد نفس الشكل الجزء المفقود. طبعا مواد التلوين، الجزء بتاع التلوين ده فيه اختلافات كتيرة، بس بالنسبة للجزء بتاعنا او المادة اللي تخصنا الفيانس والخزف، عملية التلوين بتبقى مقبولة وممكن ان انا استخدمها، لان غالبا الفيانس بتاعي او الخزف بيبقى موجود يا اما على الجدران او اوبجكت مستقل، فالشكل الجمالي بالنسبة له شكل اساسي. حتى احنا لو رحنا بعض المتاحف ولقينا انه عامل عملية الاستكمال بس من غير ما يكمل او يضيف الالوان، حتى بفارق طبعا لازم يبقى فيه فارق درجة ما بينها وبين الالوان الاصلية، بس بنلاقي انها بتبقى يعني مش مريحة للعين يعني كشكل جمالي، بالاضافة ان انا بستخدم الوان اللي هي الوان الاكليريك، ودي الوان استرجاعية سهل جدا ان انا بتحكم فيها وبعرف اوصلها. طبعا الالوان عندي الوان انواع كتيرة جدا، ويمكن كلنا نعرف اللي هي اشهر حاجة بنستخدمها الالوان الفرنساوي اللي هي بيب، ودي بتجيب نتائج جيدة وبعدين بيبقى فيها تنوع في اللون. الطريقة المعتادة ان انا بجيب شريحة الشمع اللي احنا عارفينها كلنا، وبنسيب حواليها واحد، بناخدها من الناحية دي ونسيب حواليها 1 سنتي. لو هي الجزء المستكمل مسطح كده ببتدي احط الجزء اللي انا هستكمله واسويه واشوفه. لو انا والله لا عندي الجزء دوت جزء منفصل، بحط جزء بيبقى جزء بنزل منه الراتين، والجزء الثاني بفتحه فتحة تانية عشان اسمح للهواء بالخروج جوه. من المشاكل اللي اعتقد يعني ان يعني من الحاجات اللي يعني مش عارفه اقول ايه، بتوجع القلب بصراحه، وللاسف يعني لا هي حل المرمم فيها، او لان هي عايزه امكانيات كبيره جدا وعايزه دراسات واسعه جدا، اللي هي المشاكل بتاعه البلاطات الخزفيه الموجوده عندنا. احنا عندنا تراث من البلاطات الخزفيه يعني كصناعه، كتكنيك، كجودة، كنوعية ألوان، ككيمياء حتى في التحضير بتاعها، يعني الدرجات اللونية. يعني أنا أقول لكم على تجربة شخصية، كان في بحث عملته عن بلاطات خزفية في جامع اسمه عبد الباقي الجرباجي في اسكندرية. الجامع ده موجود في منشية في المنشية، الجامع أثري وبيعود للعصر العثماني.
وجدران كلها مكسية بالبلاطات الخزفية، بس الحالة بتاعتها حالة يرسى لها. أولا فيها كل المشاكل اللي تتخيلوها، سواء كانت أملاح، سواء كان فقد طبقة التسجيل، سواء كان لعمليات ترميم خاطئة ناس اشتغلت عليه وجمعت حاجات وحطتها زي ما احنا شايفين، كل حتى الفقد يعني هنا يعني احنا تخيلوا ان البلاطات فقدت طبقة التسجيل اللي موجود عليها، فهنا الاثر يعني 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 هو تشوه، هو كده خلاص يعني. فالجميل بقى في الجامع ده اني اشتغلت على 3 بلاطات موجودين فيه، التكوين بتاعهم مختلف، الاناليسيس بتاعتهم مختلف، التكنولوجيا بتاعت الصناعة بتاع البلاطات موجودين في مكان واحد بس كل حاجة فيهم مختلفة، حتى التكنيك الصناعة بتاعتهم كان فيه صناعة اسمها صناعة الزليج، ده نوع من انواع الخزف وده مش موجود في مصر، موجود بس في المغرب العربي. البلاطات دي مصنوعة يعني منهم بلاطة اللي هي بالتابلو كده معمول اللي هي بنسميه المزهرية، دي معمولة بالتكنيك الزليج. اللي عملوه لما ابتديت اجمع شوية لقيت ان هم صناع مغرب